تنسيق مع دار الشباب أم توسي ننظم الدوري الثالث للمسيرة الخضراء في الشطرنج الخاطف اللي هو كيجي احتفاء بالذكرى 42 لانطلاق المسيرة الخضراء المضفرة ترسيخا لهذه الملحمة البطولية اللي قاموا بها الأجداد ديالنا لاسترجاع الأقاليم الجنوبية ولي من أجل استقلال المغرب ووحدته من طنجة إلى البويرة. إذن كما كتلاحظوا معنا عندنا تقريبا 12 مشارك، 6 ديال الطاولات، طريقة اللعب طريقة سويسرية بالبليدز من طبيعة الحال اللي هو الشطرنج الخاطف، 10 ديال الدقائق لكل لاعب يعني 20 دقيقة في المباراة. عندنا 7 ديال الجولات، عدد الفائزين اللي غادي يكون هو 3 ديال الفائزين الأولين. دابا حنا دوزنا 4 ديال الجولات، دابا هذه الجولة الرابعة، بقاو لنا 3 ديال الجولات أخرين. وحنا في تنسيق مع الأقاليم الجنوبية، النوادي الشطرنج الأقاليم الجنوبية، باش إلا قدرنا ننظموا شي بطولة جهوية على مستوى الصحراء باش يتزاد الإشاعة ديال هذه اللعبة ديال الشطرنج اللي هي لعبة الأذكياء ولعبة الملوك. وكنتمناو إن شاء الله أنها تعمم في المدينة الداخلة كلها، جميع الفئات لا الصغار ولا الكبار، باش النادي ديال الداخلة اللي هو جمعية يقدر ينافس إن شاء الله تعالى ويقدر يفوز، علاش لا، على باقي الأندية إن شاء الله تعالى. هاد الدوري حنا كنكتسبوا شويه ديال الخبره في هاد، رغم اننا هواه وكنتكونوا في هاد اللعبه هذه اللي هي كنتمناو باش تظهر في هاد المنطقه ان شاء الله. والحمد لله حنا راه المنافسه هذه راه هي منافسه شريفه، وكن نتمنوا التوفيق لهذا النادي واستمراريه ان شاء الله وتكوين الجيل الجديد في هاد اللعبه اللي هي لعبه ذهنيه.